طيب خلينا نروح لاستاد مختار التتش بالجزيره مع الزميل العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي عشان نطمن من خلاله على استعدادات الفريق لمباراه الغد الهامه جدا امام الاتحاد السكندري. يا توفيق مساء الخير. مساء الخير زميل عزيز امير هشام، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك توفيق، يعني عايزين نطمن من خلالك على استعدادات الاهلي لمباراه الاتحاد بالتحديد في ظل تواجد عدد من الناشئين المقرر مشاركتهم في مباراه الغد، وعايز اطمن منك برضو على مدى جاهزيتهم للمشاركه في المباريات. يعني في البدايه امير دوت التمرين الثاني على التوالي، يمكن الفريق استأنف تدريباته بالامس استعدادا ان شاء الله لملاقات الاتحاد في مباراه الغد باذن الله 9 مساء على استاد برج العرب بالاسكندريه في اطار مباراه الاسبوع 29 من الدوري العام. زي ما انت قلت يمكن في مجموعه كبيره جدا من الناشئين موجودين في تدريبات الفريق الاول، طبعا بعد القرار الاخير لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بالاستعانه في الناشئين بمجموعه من الناشئين وكمان اللاعبين العائدين من الاصابه فيما تبقى من مشوار الدوري العام لهذا الموسم. زي ما انت قلت يا امير يمكن عدد كبير موجود من اللاعبين خلال المران اليوم، يمكن محمد نصير، محمد حمدي، على عمرو، احمد سيد غريب، احمد سيد عبد النبي، محمد احمد شرقيه، وميدو نبيل المتصاعد من فريق 2003 هو محمد شرقيه، وكمان كان موجود من الاول طبعا محمد اشرف ومحمد فخري وزياد طارق، مع وجود طبعا مجموعه من اللاعبين الاساسيين او من لاعبي الفريق الاول العائدين من الاصابه او اللاعبين ما كانوش بيشاركوا بصفه اساسيه في الفتره الاخيره زي اليو ديانج، مكسيوني، بيرسيتاو، واكرم توفيق اللي نتمنى ان شاء الله في اقرب فرصه يكون مع الفريق. كمان موجود حسام حسن، كريم فؤاد، محمد هاني، رامي ربيعه، ومحمود متولي، ومحمد محمود. نتمنى ان التوليفه دي ان شاء الله تقدر تمثل النادي الاهلي بشكل اكثر من رائع. طبعا في حراسه المرمى موجود علي لطفي، مصطفى شوبير، وكمان حمزه علاء الحارس الثالث. زي ما انت قلت يا امير يمكن الفتره المتبقيه من الدوري العام مباراه مهمه، ولكن اعتقد الجهاز الفني هيستغلها افضل استغلال في تجهيز مجموعه كبيره جدا من اللاعبين اللي كانت يعني غايبه عن المشاركه بشكل اساسي في الفتره اللي فاتت، كمان مجموعه كبيره جدا من الناشئين ان شاء الله نقدر نعتمد عليهم خلال الفتره المقبله ويكونوا مستقبل النادي الاهلي لسنوات طويله باذن الله. يمكن التدريب بدا في الرابعه والنصف، يمكن التدريب بدا بدري عن ميعاد المعتاد كل يوم في الخامسه والنصف طبعا، لان الفريق عقب انتهاء المران هيكون في سفر لمحافظه الاسكندريه والمبيت في احد فنادقها الليله ان شاء الله في معسكر مغلق للفريق. يعني زي ما قلت لك التدريب بدا، كان في محاضره فيديو قبل المران، بعد كده بعض الجمل البدنيه في الملعب، ومن بعدها تدريبات الكره، ومن بعدها اغلاق المران طبعا. في بعد يعني اول ما بينقضي اول ربع ساعه من المران بيتم اغلاق المران اللي بيكون بيقتصر والحضور الاعلامي فيه على قناه النادي الاهلي والموقع الرسمي للنادي. عايز اطمنك ان صلاح محسن انتظم في المران اليوم الثاني على التوالي احدث العائدين من الاصابه، نتمنى طبعا السلامه لجميع اللاعبين واللاعبين كمان اللي اصاباتهم مطوله ان شاء الله يكونوا في اقرب فرصه مع الفريق ويكونوا عونا لزملائهم مع بقيه يعني اللاعبين اللي حصلوا على اجازه زي محمد شريف، عمرو السوليه، حسين الشحات، وكمان محمد الشناوي، وعلي معلول، واخيرا قفشه اللي حصلوا على اجازه من الجهاز الفني لنهاية شهر أغسطس بإذن الله. طيب برضو عايز أقف على مدى الجاهزية البدنية بالنسبة للعناصر الشابة اللي هتكون متواجدة في مباراة الغد يا توفيق، ومن خلال متابعتك للتدريبات هل هم بدنيا جاهزين؟ لأن الموسم كان انتهى فترة سابقة وكانوا بيبتدوا يعني فترة إعداد جديدة للموسم الجديد، فأنت شايف إيه؟ هل الناس جاهزة بدنيا؟ عندهم يعني مخزون بدني جيد يقدروا يستفادوا من خلاله في المباريات المقبلة؟ يعني النقطة دي مهمة جدا بالطبع، يمكن الموسم الماضي انتهى بالنسبة لقطاع الناشئين في النادي الأهلي، ولكن كان القطاع في بعض الأعمار ابتدى في فترة الإعداد بالفعل، وكمان عندنا بعض اللاعبين كانوا موجودين مع المنتخبات خاصة منتخب الشباب 2003، يمكن محمد أحمد شرقية وكمان ميدو نبيل كانوا موجودين مع منتخب مصر المشارك حاليا في الدورة العربية في السعودية، كانوا موجودين في فترة الإعداد للمنتخب فما كانوش في فترة أجازة سلبية لمدة طويلة. باقي اللاعبين زي ما قلت لك كانوا بدأوا فترات إعداد مع أجازتهم الفنية في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. طبعا الجاهزيه البدنيه اللي هيحددها الجهاز الفني طبعا بقياده مستر ريكاردو سواريش، واكيد اي لاعب هيخش قائمه ال 22 لاعب المسافر لاسكندريه النهارده ان شاء الله يا امير هيبقى جاهز بنسبه 100% من الناحيه البدنيه والناحيه الفنيه. طبعا في عدد كبير جدا من اللاعبين زي ما قلت لك ما كانوش بيشاركوا الفتره اللي فاتت كمان من الفريق الاول، هيكون لهم اكيد نصيب من المشاركه خاصه اللاعبين اللي عائدين من الاصابه في الفتره الاخيره ولم يحصلوا على الفرصه الكامله للمشاركه، اعتقد ده هتبقى فرصه ذهبيه لمشاركتهم. وعايز اطمنك ان زي ما قلت لك لاعبي قطاع الناشئين فيهم عدد كبير جدا كان بدا فتره اعداد بالفعل، وكان فيهم عدد كمان موجود مع منتخب الشباب خلال فتره الاعداد الفتره الماضيه يا امير. طيب توفيق احنا عندنا الاتحاد بكره يوم الاحد، وبعد كده هنلاعب المصري في اسكندريه برضو يوم الاربعاء، هل في اتجاه عند الجهاز الفني الاستمرار في اسكندريه بعد مباراه الاتحاد
ويبقى يعني في زي معسكر مصغر كده للمجموعه اللي موجوده حتى الانتهاء من مباراه المصري ثم العوده للقاهره، ولا لسه الامر ده لم يحسم بعد؟ لم يحسم بعد يا امير الى هذه اللحظه، ولكن زي ما انت قلت يمكن الاتجاه الاكبر او النسبه الاكبر هو البقاء في الاسكندريه. طبعا انت عارف يوم الاحد انت الماتش الساعه 9 تقريبا عقبال ما تخلص واللاعبين يخلصوا يعني تغيير ملابسهم بعد انتهاء المباراه هتبقى تقريبا الساعه 12 اللي هو هيبقى صباح يوم الاثنين، والمباراه عندك الاربع برضه هتبقى على نفس الاستاد ملعب برج العرب في الاسكندريه، والفريق ان شاء الله هيعسكر النادي في الفندق المعتاد ليه في مدينه برج العرب. فاعتقد الاتجاه الاكبر وان كان لم يتم الاعلان على الامر بشكل رسمي، ولكن الاتجاه الاكبر لدى جهاز الكوره بقياده الكابتن سالم حفيظ بالفعل هو البقاء في الاسكندريه والمواصله. انت بتتكلم انك تقريبا فجر الاثنين هتخلص المباراه وعندك مباراه يوم الاربع، فيكون متبقى امامك اللي هو تدريب الاثنين والثلاث ومن ثم يوم الاربع المباراه. فاعتقد الاتجاه الاقوى او اللي هيكون الاتجاه الاقوى القرار اللي هياخده الجهاز الفني بقياده الكابتن سالم حفيظ ومدير الفني للفريق مستر ريكاردو سواريش هو البقاء في الاسكندريه ومن ثم العوده للقاهره بعد اداء مباراتين الاتحاد ومن ثم يوم الاربع ان شاء الله امام المصري. طيب اخيرا توفيق هسالك بقى على حاجه او شق اخر بخلاف الفريق الاول لكره القدم، هو بيتعلق بالجانب الاجتماعي او بالتحديد يعني اعضاء النادي الاهلي، وكيف استقبلوا قرارات مجلس الاداره الاخيره وانطباعاتهم ايه بالتحديد بعد هذه القرارات المميزه من المجلس؟ يمكن بالفعل يا امير زي ما انت قلت دايما زي ما بنقول مش بس اعضاء النادي الاهلي، اعضاء النادي الاهلي وجمهوره هو ده حمايه زي طبعا الشعار. انا بتكلم اعضاء النادي الاهلي بما انك متواجد جوه النادي، لكن احنا يعني لامسين رضا الجمهور بشكل كبير جدا على القرارات دي، لكن انا بتكلم بما انك يعني بتحتك دايما باعضاء النادي الاهلي بالتحديد وانت موجود في الجزيره يعني. والاعضاء كمان يا امير زي ما انت بتقول احنا موجودين معاهم هنا في مقر النادي الرئيسي بالجزيره، وكمان بنروح المقرات الاخرى، حاله تلاحم تامه جدا ما بين الاعضاء حالهم وحال جماهير النادي الاهلي، هم جزء من جماهير النادي الاهلي طبعا. بالفعل طبعا. حاله رضا تام، حاله مسانده غير عاديه لقرار مجلس اداره النادي الاهلي. ودايما اعضاء النادي الاهلي انا لما بنتكلم معاهم لك اي قرار في صالح النادي الاهلي يحافظ على مبادئه يحافظ على كرامته يحافظ على تقاليده احنا وراه طبعا. يمكن الناس كلها يعني تابعت على مدار الموسم المنقضي وكمان الموسم الحالي امير حاله كبيره جدا من الظلم بتعرض لها النادي الاهلي في كثير من المباريات، يعني تعدد حدود الصدفه او الاخطاء الفنيه فاعتقد يعني زي ما احنا لمسنا هنا من اعضاء النادي الاهلي حاله مسانده وحاله تلاحم وحاله يعني كل اعضاء النادي الاهلي واقفين خلف مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب ومؤيدينه في اي قرارات من شانها حفظ حقوق النادي الاهلي كعادة دايما جماهير النادي الاهلي واعضائه كمان هنا في كافه الفروع وعادة كمان مجلس ادارته اللي بيمثل جمعيته العموميه ومن جماهير بملايين يا امير سواء داخل مصر او خارج مصر طبعا. كمان طبعا يا توفيق انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز محمد توفيق من رئيس القناه الاهلي كان معانا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. طمنا.